مساء الخير. أعلنت شخصيات مقربة من النظام السوري عن قيام وفد أمني سعودي بزيارة لدمشق للتمهيد لإعادة افتتاح سفارة المملكة بالعاصمة السورية، لكن مسؤول بالخارجية السعودية وصف الأنباء بهالصدد بأنها غير دقيقة. كل ذلك أعاد للواجهة الحديث عن مستقبل العلاقات بين دمشق والرياض وباقي الدول العربية، ومسألة الاعتراف العربي بالنظام السوري وتأثير التغيير المحتمل في خارطة العلاقات بين دول المنطقة على دعم المعارضة وعلاقة النظام بإيران ومجمل الأوضاع بسوريا. برحب بضيوفي بهالحلقة من الرياض، أحمد الشهري المحلل السياسي ورئيس منتدى الخبرة السعودي، ومن عمان إبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية. إذن وبحسب تقارير إعلامية وشخصيات سورية مقيمة في دمشق، التقى وفد أمني سعودي رئيس النظام بشار الأسد في دمشق، غير أن مسؤول في الخارجية السعودية وصف الأنباء حول هالزيارة بأنها غير دقيقة. المزيد من التفاصيل من تابع بهالتقرير. أعلنت شخصيات مقربة من النظام السوري عن قيام وفد أمني سعودي خلال الأيام الماضية بزيارة إلى دمشق للتمهيد لإعادة فتح سفارة المملكة فيها. وفي التفاصيل، بحسب هذه الشخصيات وتقارير إعلامية، فإن الوفد الذي ترأسه رئيس جهاز المخابرات الفريق خالد الحميدان التقى رئيس النظام بشار الأسد واللواء علي مملوك، لكن مدير إدارة تخطيط السياسات في الخارجية السعودية السفير رائد قرم رملي اعتبر في المقابل أن الأنباء بشأن هذه الزيارة غير دقيقة، موضحا أن سياسة المملكة تجاه سوريا ما تزال قائمة على دعم الشعب السوري وحل سياسي تحت مظلة الأمم المتحدة وبناء على قرارات مجلس الأمن. ويرى مراقبون أن ثمة إشارات توحي بعودة محتملة لسوريا إلى جامعة الدول العربية أو تصب في هذا الاتجاه، منها إعادة الإمارات افتتاح سفارتها في دمشق عام 2018، والتغيرات المحتملة في علاقة عدد من دول المنطقة مثل مصر وتركيا والسعودية وقطر، وتدفع موسكو باتجاه عودة دمشق للجامعة، لكن واشنطن أكدت مجددا رفضها تطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد، وأعادت ذلك إلى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن متحدث في الخارجية الأمريكية. وفيما يتعلق بالدول التي أبدت رغبتها في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، قال المتحدث للصحيفة إن واشنطن تحث كل دول المنطقة على النظر بعناية في الفضائع التي قام بها النظام طيلة العقد الماضي، والأخذ في الحسبان جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية إلى البلاد وعدم توفير الأمن. مرحبا فيكم ضيوفي لحظة. معك سيد أحمد، بداية يعني أنباء ومواقف متضاربة حول زيارة الوفد الأمني السعودي إلى سوريا، ماذا حصل في الحقيقة؟ هل فعلا تمت هذه الزيارة أم لم تحصل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أخت روشان وإلى ضيفك الكريم وإلى الأخوة والأخوات المشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. العادة نحن نستقي المعلومات المؤكدة من مصدرها في وكالة الأنباء السعودية وأيضا من وزارة الخارجية السعودية، وبما أنه لم يتم التأكيد على هذه الأنباء فإنها تبقى نوعا من التخرصات أو نوعا من حديث أحاديث وسائل الإعلام. مجملا نتمنى أن الشعب السوري يحظى بمتطلباته ويعود إلى وطنه ويعود إلى بناء دولته ويعود إلى سابق عهده دولة قوية وشعب متماسك. المملكة العربية السعودية في سياساتها دائما تدعم الشعوب العربية والشعوب الإسلامية وتقف دائما مع خيارات الشعوب. الحقيقة عندما اندلعت الثورة نعم، لكن اسمح لي سيد أحمد، ما قالت به المصادر السعودية مع الشعب السوري؟ نعم، المصادر الرسمية السعودية قالت بأن هذه المعلومات غير دقيقة. ما الذي يعني هذا الموضوع؟ هل هناك نوع من المفاوضات؟ هل هناك يعني تواصل بين النظام السعودي والنظام السوري؟ روشان، أنا لست متحدثا باسم الدولة السعودية أو الخارجية ولا عندي معلومات مؤكدة، ربما هذه الإجابات يجيب عليها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أو الجهات الأخرى، ولكن أنا مراقب ومتابع وأقول أنه ليس شيئا في السياسة
مستحيل، فكل شيء ممكن، ووجود النفس أو الزخم السلام الذي في المنطقة الآن مع الحديث مع إيران، وأيضا حل الأزمة اليمنية، وأيضا وجود رغبة سعودية ورغبة إيرانية ورغبة أمريكية ورغبة أوروبية في حلحلة ملفات المنطقة التي طال أمدها، وكانت والشعب الشعوب هي التي تدفع الثمن. ربما أن يكون هناك شيء من الوساطات أو شيء من السعي الحثيث من كثير من بعض الأطراف، أقول قد يكون هذا شيء من هذا ممكن، لكني أقول أنه الحقيقة ما فعله. نعم طيب، خليني أنتقل لك سيد إبراهيم، ما هو موقف المعارضة السورية يعني من وجود علاقات بين المملكة والنظام السوري أو غيرها أيضا من الدول العربية؟ مساء الخير، مساء الخير للسادة المشاهدين، ومساء الخير لضيفك الكريم من الرياض. يعني الحديث في هذا الموضوع يجب أن يكون بشكل موضوعي، ولا يمكن الحديث فيه إلا من خلال محورين أساسيين وهما مختلفين في التوجه. المحور الأول المحور الدبلوماسي، يعني حينما تصرح وزارة الخارجية السعودية أو مدير التخطيط بوزارة الخارجية السعودية بأن ما أشيع هو غير دقيق، فهو غير دقيق، لأننا نحن في المعارضة السورية والشعب السوري عامة يدرك هذا الموضوع، بأن يعني الدعم السعودي الذي قدم للثورة السورية وللشعب السوري بعامة لا يمكن أن يذهب والله بلقاء أو بلقائين، وكلنا يعلم أن الدبلوماسية السعودية يوميا تصرح ويوميا تعلن عن أنه الحل في سوريا هو حل سياسي بامتياز وفق القرار 2254، وبالتالي لا يمكن لأي دولة من الدول. كنا نلاحظ أن السعودية هي التي كانت تضع الفيتو في جامعة الدول العربية على بعض الدول التي تحاول تطبيع العلاقات أو تحاول إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية. قبل أيام من إشاعة هذه الشائعة كانت هناك يعني مبلغ تبرعات من السعودية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تبحث في جرائم بشار الأسد في الحرب الكيماوية على الشعب السوري. هذا محور، هذا المحور السياسي. إن لم يكن هناك وفود سياسية وأعضاء هذه الوفود من الدرجة السياسية، لا يمكن أن نقول بأنه هناك إعادة علاقات بين السعودية ونظام بشار الأسد ولا بأي شكل من الأشكال. أما المحور الثاني فهو محور أمني، هذا الموضوع يجب أن ينفصل عن ذاك الموضوع. المحور الأمني يعني أن المخابرات والأجهزة الأمنية لنظام بشار الأسد هي جزء من المنظومة العالمية، ولاحظنا على مدار العشر سنوات الماضية لم تتوقف الزيارات بين مسؤولين أمنيين من كافة دول العالم، وحتى أمريكا وحتى تركيا وحتى كل دول العالم. لكن اسمح لي سيد إبراهيم، يعني أنا حابة أطرح سؤال، لوفود هذه أمنية بين البلدين. نعم، هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها شائعة من هذا القبيل، بأن يعني السفارة السعودية سيتم افتتاحها قريبا في سوريا. من هي الجهة التي تسعى لنشر هذه الإشاعات وما الهدف منها؟ يعني معروف عن موقف السعودية السياسي حيال الأزمة السورية وذكرته قبل قليل. الجهة هي محاولة تعويم بشار الأسد لنفسه من خلال شبيحته، من خلال وسائل إعلامه، من خلال الأبواق التي تنادي باسمه. أول من أخرج هذه الشائعة معروف عبد الباري عطوان في جريدة الرأي، وعبد الباري عطوان معروفة مواقفه من المملكة، معروفة مواقفه من النظام، هو موالي جدا للنظام وضد توجهات المملكة، لذلك لا يمكن أن نأخذها في عين الاعتبار. إنما للأسف نحن تعودنا على الانجراف وراء الشائعات وترديدها كثيرا حتى أصبحت كادت أن تصبح حقيقة، لكن لا شيء من هذا القبيل. وكلنا يعلم مواقف السعودية، ونحن في هيئة التفاوض يعني أجرينا اتصالات مع كافة المستويات في السعودية. لا 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 صحة لما أشيع، نعم، ولا صحة لهذا الحديث، لا من قريب ولا من بعيد. أما إن كان هناك وفد أمني، أما إذا كان هناك وفد أمني من أي مستوى كان، فهذا لا يعني أن هناك إعادة علاقات. قلت أمن النظام جزء من المنظومة العالمية، ولا يمكن أن تتجزأ هذه المنظومة العالمية.
طيب خليني أرجع لسيد أحمد. سيد أحمد، يعني ضمن التغييرات التي تحدثت عنها، هل تتوقع بأن فعلا تستأنف المملكة علاقتها مع النظام السوري وأن تدعم عودته إلى الجامعة العربية؟ ربما يكون هناك نوع من كان هناك توافق عربي، هناك توافق خليجي من أجل إنقاذ الشعب السوري، لأن الحقيقة الآن بعد هذه السنين الطويلة وأيضا التشظي الواضح في صفوف المعارضة وعدم وجود خطاب موحد من المعارضة، هناك منصة أكثر من منصة، سواء من تركيا، من القاهرة، من السعودية، من جنيف واحد، وأيضا روسيا، فالمعارضة تشظت كثيرا وأيضا استقطبت من جهات متعددة، وبالتالي ضاع الخطاب على الموحد. إضافة إلى أن الأرض حكمت، الأرض عندما كان هناك وجود للمعارضة على الأرض وكان هناك قوة حقيقة وكان هناك توحد، الآن تقريبا انتهت هذه القوة على الأرض، وتركيا تدخلت بقوة وتمزقت هذه المعارضة. أيضا الإرادة الروسية، روسيا هي مبقية على نظام بشار، واستخدمت الفيتو أكثر من 16 مرة خلال السنوات الماضية، هذه من أجل إبقاء بشار الأسد. المطلوب الآن هي حالة أصبحت واضحة وأصبح هناك أمر واقع، هل يستمر هذا الوضع ويموت الشعب السوري المهجر أكثر من 5 مليون، والذي قتل أكثر من 1.5 مليون، والأزمة تستفحل، والوضع السوريين في لبنان أنت تعلمين كيف وضعهم، والسويد الآن وفي كل بلدان العالم بدأت وكأنها تريد أن تتخلص من المهاجرين، إذا لابد هناك من حلحلة لهذا الملف ولا بد من حل. لذلك السعودية قد تشارك في أي عملية دولية عربية خليجية من أجل الخروج بحل يحفظ أمن وسلام الشعب السوري. إذا كان أنه وجود بشار الأسد أصبح شر لا بد منه بإرادة دولية وبإرادة دولة عظمى مثل روسيا، إذا كيف الحل؟ إذا نحن أمام 10 سنوات قادمة من بقاء بشار، وبالتالي الشعب السوري أعتقد أنه سيزداد ذبحا وقتلا وموتا. إذن ما هي الحلول؟ الحلول أنا أعتقد أنه لا بد من حل بشار الأسد مثل النظام الإيراني، والسعودية تقول دائما إذا غير النظام الإيراني سلوكه وغير سياسته ربما يكون هناك حوار. بشار الأسد ارتكب من الفضايع وارتكب من القتل بحق الشعب السوري ما لا يطهره بحار الأرض ومحيطاتها، والشعب السوري قتل على الهوية وقتل وسمح لإيران أن تأتي بشبيحتها وتأتي براياتها وبكتائبها لقتل المكون السني وسحق من سوريا، كما استدعت القوات السورية البراميل الأسدية التي قذفت على حلب وعلى حمص وعلى كل مناطق سوريا، وأصبحت سوريا الآن مدمرة. ما الذي يحكم النظام السوري الآن؟ ويحكم لا أستطيع أن أقول أنه يحكم دمشق كاملة حتى، إذا الشمال السوري أين هو؟ والغرب السوري والجنوب السوري، كل هذه المناطق إما بين إيران وإما بين روسيا وإما بين الكتائب والألوية والشبيحين من المرتزقة الذين دفعت بهم إيران لتحتل الشعب السوري. الأزمة السورية الحقيقة أزمة أصبحت تدمي كل عربي وكل مسلم وكل إنسان على وجه الأرض. الشعب السوري لا يستحق مثل هذا الوضع المتأزم، مثله مثل الشعب العراقي الذي يقتل الآن بشبيحة إيران، ولا الشعب اليمني الذي تقتله ميليشيا الحوثي كلها بأسلحة ومخططي وإرهابي حزب الله وإيران. لا بد أنه يكون هناك حل عربي يخرج الشعب السوري من أزمته. نعم سيد إبراهيم، يعني سمعت إجابة سيد أحمد يعني واضحة بأن التشتت بين المعارضة السورية قد يكون سببا ليدفع بعض الدول لإعادة تطبيع العلاقات مع النظام. هل هناك هاجس عند المعارضة السورية بأن يؤثر ذلك على علاقة المعارضة السورية مع المملكة السعودية؟ يعني قبل أيام كان هناك زيارة للافروف إلى المنطقة العربية وطرح موضوع إعادة نظام بشار الأسد إلى جامعة الدول العربية، وقد لقي جواب من السعودية ومن غيرها بأنه لا يمكن العودة إلا إذا غير هذا النظام سلوكه وفقا للمطروحة الأمريكية التي تمنع أي دعم للنظام إلا إذا غير سلوكه. بالأمس كان بايدن يطالب بالنظام بوقف الحرب في سوريا، وكان يطالبه بالانخراط في العملية السياسية.
إن كانت هناك عملية سياسية حقيقية واتفاق على حل الأزمة السورية، لا أحد يستطيع أن ينتقد إعادة العلاقات بين أي دولة وأخرى مع نظام بشار الأسد. هذا شأن الدول الداخلية، لا أحد يستطيع أن ينتقد ذلك. لكن من المعطيات ومن المتغيرات الدولية كما تفضل ضيفك الكريم، السعودية لها كان منذ عام 2011 كما صرح الأمير بندر بن سلطان. لكن يعني ما هي التغييرات المتوقعة من هذا النظام حتى تكون العلاقة معه علاقة طبيعية يعني مع أي نظام دولي؟ أولا يخرج من عباءة إيران، ثانيا يتعامل مع روسيا الند بالند وليس كوصي روسيا كوصية على الدولة السورية، ثالثا أن ينخرط بالعملية السياسية انخراطا جديا وبشكل مباشر وبأسرع ما يمكن لتطبيق القرار 2254. النظام يرفض كل هذا، فكيف للسعودية أو لغير السعودية أن تعيد علاقاتها مع دمشق؟ يعني كنا نعلم أن الإمارات عندما أعادت يعني علاقات ضعيفة جدا مع النظام كان لها هدف سياسي تجاه تركيا، هذا لا نختلف عليه لأن هذا شأن الإمارات الشخصي، ولكن هي علاقات مجمدة حاليا. أما السعودية لا تنتهج هذا النهج ولن تقبل أن تعيد العلاقات مع بشار الأسد، مع نظام بشار الأسد. بالأمس كان يقول بايدن أنه ليس المطلوب يعني تطبيق كامل للقرار 2254 وإنما بما يتناسب مع القرار 2254. إذن يعني إن كان هناك حل سياسي بالتأكيد لا مكان لبشار الأسد فيه، لأن منظمة الأسلحة حظر الأسلحة الكيماوية مؤخرا أصدرت قرارها باتجاه نظام بشار الأسد، وكل العالم بات يدرك وبات يعلم بأن نظام بشار الأسد وبأوامر شخصية من بشار الأسد كان يمارس القتل بكافة أنواع الأسلحة منها المحرم دوليا. لذلك لا أعتقد أن هناك حاكم في المعمورة يريد أن يحافظ على شعبيته بين شعبه يستطيع أن يمد يده إلى بشار الأسد. نعم. أوكي. إذا كان هناك حل سياسي وخرج بشار الأسد من منظومة الحل السياسي تعيد كل الدول العلاقات، لا مانع. طيب بدي ارجع لك سيد احمد، انا وقتي جدا ضيق فبتمنى منكم ضيوف تكون الاجابات نوعا ما مختصره حتى لحق يعني غطي على الاسئله جميعا. سيد احمد، من المواضيع اللي قلتها بان روسيا تسعى لإعادة تطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري، ولكن أيضا من جانب آخر الولايات المتحدة فرضت يعني قانون قيصر الذي يمنع وجود أي تعامل مع النظام السوري. برأيك بين هذا وذاك أين ستكون المملكة السعودية وغيرها من الدول العربية؟ شكرا، سؤال مهم روشان. ما في شك أنه المناكفة الروسية الأمريكية دفع ثمنها الشعب السوري. الولايات المتحدة الأمريكية لها سياسة غير واضحة ومتباينة سواء كان في العراق أو كان في سوريا في الوقت الحاضر. هناك إشكالية كانت طرحت وهي من هو البديل. هناك هواجس إسرائيلية تأخذها الولايات المتحدة الأمريكية بالحسبان، وهو الخوف من حكومة أو من نظام ربما يشكل خطرا على إسرائيل. تعلمين أختي الكريمة أن نظام حافظ الأسد كان صمام أمان بالنسبة لإسرائيل، ويكفي أنه سكت عن الجولان وطول هذه العقود من السنوات وكأنه دفعه ثمنا لبقائه، وبالتالي إسرائيل هي ترى أن الأسد هو أفضل السيئين، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى هذا الاتجاه، فهم لا يريدون إبعاد بشار الأسد ولا يريدون أن تأتي حكومة لم تنضج بل لم تتضح معالمها سواء من المعارضة أو الخارجية أو من الشعب السوري الداخل، ولذلك أصبح القرار هو أن يبقى ولكن تحت ضغوط. قانون قيصر أيضا ربما الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة بايدن ممكن أن تعيد النظر فيه مثل ما عادت النظر في موضوع إيران وموضوع الحوثي. هذا كلها في السياسة أمور قابلة. هناك في الوطن العربي ما يسمى بإعادة تأهيل النظام، وكأنه عندما يترك النظام ستختطف إيران، وهذا حقيقة حصل
عندما ترك بشار الأسد ونظامه إلى إيران ماذا حصل؟ جاءت إيران واحتلت الشعب السوري وقتلت من تريد وأبقت من تريد وبدأت تشتري العقارات وتسكن الإيرانيين فيها وتغير وتلعب وتقتل، والموضوع التركيبة الديمقراطية للشعب السوري حقيقة هذا أمر يجب أن يكون أيضا هاجسا للدول العربية، لأن سوريا والشعب العربي السوري هو شعب أيضا شقيق لنا. لذلك ما يشار أنه إعادة تأهيل للنظام مثل ما قال الزميل أنه ينخرط في العملية السياسية، يخرج من العباءة الإيرانية، يكون هناك انتخابات نزيهة، معارضة نزيهة داخل النظام داخل الشعب السوري، ربما تكون هذه إرهاصات لمرحلة جديدة. لأنه لا أنا من وجهة نظري أن الخطأ الذي ارتكب في حق العراق ونسيانه في إيران 20 سنة بيعتذر منك سيد أحمد، أنا وقتي جدا ضيق، حابة أعطي سيد إبراهيم سؤالي الأخير. سيد إبراهيم إذا فيك تجاوبني خلال 30 ثانية لو سمحت، يعني برأيك هل ستسهم إعادة العلاقات مع النظام السوري من قبل المملكة أو غيرها من الدول العربية في إيجاد حل إلى سوريا، أم أن في الحقيقة مفتاح الحل موجود في مكان آخر؟ يعني نحن كمعارضة سورية نطالب وطالبنا ونسعى دائما إلى أن يكون هناك دور عربي فاعل في حل الأزمة السورية، ونتمنى أن يكون الحل عربي. ولكن للأسف أن عندما تخلت جامعة الدول العربية عن موضوع الحل في سوريا ووجهته إلى مجلس الأمن وأصبح دوليا، أصبح الحل بيد كل من أمريكا وروسيا، ولا يمكن لأحد أن يستطيع أن يجد حل للأزمة السورية إلا بموافقة أمريكية روسية، وكما تفضل ضيفك المناكفة الأمريكية الروسية هي التي قربت بيت السوريين. شكرا، بشكر أحمد الشهري المحلل السياسي ورئيس منتدى الخبرة السعودي، وإبراهيم الجباوي عضو هيئة التفاوض السورية. المزيد من الحكي السوري بعد هالفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. مشاهد صادمة لسوريين بيمشوا بمجرى نهر الفرات اللي انخفض منسوبه لأدنى مستوى بالتاريخ بعد إغلاق تركيا لبوابات المياه. شو بيعني هالشي؟ بيعني أنه أكثر من 5 ملايين سوري بمناطق شرق الفرات على موعد مع كارثة مائية رح تحرمهم من تلبية حاجاتهم الأساسية من مياه الشرب والري وغيرها. تراجع المياه على الأرض قابله سيل من تعليقات السوريين على الإنترنت عبر هاشتاج اطلقوا حصة سوريا من نهر الفرات، وذلك للاحتجاج على الخطوة التركية. وبسبب شح المياه توقفت محطات مياه الشرب والجمعيات الزراعية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي. اللي منشوفه هو مشاهد مصورة تظهر توقف وحدة من هالمحطات. ومثل ما هو معروف بتحدد اتفاقية 1987 بين البلدين حصة سوريا من المياه ب 500 متر مكعب في الثانية، إلا أن تركيا ومن 2011 واصلت خرق الاتفاقية وتخفيض معدلات المياه لسوريا لتصل إلى 200 متر مكعب تقريبا مثل ما أعلنت الإدارة الذاتية. تركيا تقتلنا حتى عطشا، علق مسعود عكوع اللي شارك صور الجفاف اللي أصاب نهر الفرات بمناطق شرق سوريا. جورج درويش وصف بلاد ما بين النهرين بعد جفاف نهر الفرات ببلاد ما بين عطشين، وانتقد تركيا وقال الآن نصدق كل الروايات عن بربرية تركيا وعن ميراث النهب العثماني لكل بلد حكمته أو تحكمت به. الإعلامي سمير متيني انتقد صمت المعارضة السورية الموالية لتركيا عن قرار قطع المياه اللي تسبب بجفاف نهر الفرات. قاعدين لاجئين بتركيا معارضه غضبانين بهذا المنظر، لاهلكم بالحسكه هيك سلبي حالتهم، شايفين هالفرات شلون صار؟ هيك سياسه بتنتصر بقطع المياه، شو بتفرقوا انتم عن نظام الاسد؟ اللي كان محاصر العالم بغوطه ومجوعون، يا تركيا شو بتفرق عن نظام الاسد؟ ومن جهته دان مجلس الشعب بريف الرقة الغربي قطع تركيا للمياه واللي وصفه جريمة ضد الإنسانية، وناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل. المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بوقف هذه الانتهاكات وهذه الجريمة بحق الإنسانية، والتي تهدف إلى تجويع الشعوب وإهلاكها جميعا وحرمانها من أبسط حقوق الحياة وهي الماء الذي يعتبر
المرتكز الأساسي من أهم مصادر استمرار الحياة. إن هذه الجريمة تعتبر جريمة ضد الإنسانية تنذر بكارثة. ومعنا عبر سكايب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. رحب فيك معنا سيد رامي. بداية، ما الذي تحاول تركيا عمله في شمال أو شرقي سوريا؟ تحية لكم. تركيا تحاول معاقبة كل من يعيش في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية عبر قطع أو حجز المياه التي تتدفق عبر نهر الفرات. منذ 7 أشهر لا يزال انخفاض منسوب نهر الفرات حتى وصل إلى 5 أمتار في انخفاض لخمسة أمتار في إطار الحرب التركية على قوات سوريا الديمقراطية. ولكن الواقع ليست على قوات سوريا الديمقراطية، الحرب التركية هي على كل من يعيش عند ضفاف الفرات، انطلاقا من جرابلس وصولا إلى الحدود السورية العراقية. كل هذه المناطق، كل ضفاف الفرات في كثير من مناطقها بدأت تسير نحو الجفاف، نحو محاربة المزارعين الموجودين عند ضفاف الفرات. وهنا نقول لتركيا بأن الذين يعيشون عند ضفاف الفرات ليسوا حزب العمال الكردستاني، ليسوا مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، هم أبناء الشعب السوري، هم المزارعين من أبناء الرقة، من أبناء الدير، الذين يعتاشون ويعيشون على هذه المياه التي تساعدهم في إكمال دورة الحياة. وأيضا دعينا نقول بأن انخفاض منسوب المياه أدى لانقطاع التيار الكهربائي في تلك المناطق من الأراضي السورية. لكن المخزي والعار حقيقة الأمر، شاهدنا تعليقات من قبل ما يعرف بالموارين للحكومة التركية من المعارضة السورية يؤيدون ما تفعله الحكومة التركية. لكن على ما يبدو هناك يعني صمت دولي ومحلي يعني حول ما يجري، خاصة من قبل النظام السوري والمعارضة السورية. ما هو سبب هذا الصمت؟ يعني حرب على قوات سوريا الديمقراطية حقيقة الأمر، هو في إطار الحرب على قوات سوريا الديمقراطية. يعني التعليقات لقيادات ولنشطاء في المعارضة يؤيدون قطع المياه عن تلك المنطقة، ولا يعلمون بأن تلك المنطقة هي جزء من سوريا، تلك المنطقة لأبناء الشعب السوري. بالنسبة للنظام السوري هي فقط تصريحات لزر الرماد في العيون للقول أنه موجود. ولكن المخزي أيضا المجتمع الدولي الذي يتعامى عن ما يجري من قضية احتجاز المياه من قبل الحكومة التركية الذي وصل إلى ذروته الآن. هناك يعني إيحاء من قبل الحكومة التركية بأنها سوف تعيد يعني انسياب المياه باتجاه الأراضي السورية. إلى الآن لا يزال العطش سيد الموقف في تلك المنطقة من الأراضي السورية. وما هي آثار قطع هذه المياه على باقي الأراضي السورية؟ يعني حتى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أو في جنوب سوريا؟ نعم، يعني جنوب سوريا وكل المناطق نعلم بأن الكهرباء يأتي لكثير من المناطق من تلك من سد الفرات. أيضا نعلم بأن الزراعة والغلة الزراعية في الجزيرة السورية كانت تطعم كثير من المناطق السورية، لا تطعم فقط سكان شرق الفرات. أي أن العملية التركية هل تريد أن تقسم سوريا من خلال تجويع منطقة من الأراضي السورية لإرسال رسائل بأن نحن نحارب هذه المنطقة تحديدا ونترك المناطق الأخرى؟ دعيني نقول لك بأن الغلال الفرات أو غلال الجزيرة يستفيد منها كامل أبناء الشعب السوري. نعم، سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا لوجودك معنا. شكرا. هي المرة الأولى اللي بتشن فيها مقاتلات قيل أنها إسرائيلية غارات على مواقع بمدينة اللاذقية السورية، وبالتحديد على مقربة من قاعدة تحميمية روسية، حسب ما أعلنت وسائل إعلام وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفيما قال جيش النظام أن دفاعاته الجوية أسقطت عدة صواريخ إسرائيلية خلال الغارة، لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي تعليق. صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت بالفيديو اللحظات الأولى للقصف. بهالفيديو اللي منشوفه تتصاعد ألسنة النيران من المواقع المستهدفة، اللي أكد النظام أنها مدنية، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن القصف تم ب 35 صاروخ واستهدف مواقع عسكرية. نتابع بعض التعليقات حول الموضوع على السوشيال ميديا، والبداية مع منصور عبد الله محمد اللي قال أنه القصف استهدف اللواء 110 الخاص بالصواريخ البحرية ونتج عنه تدمير اللواء بالكامل.
مندي صفدي شارك صور القصف وغرد على تويتر أن القصف استهدف معمل لصناعة وتخزين المخدرات وحبوب الكبتاجون بيملكه أقارب للأسد، وأن الحرائق أتت على جميع أقسام المعمل. بالمقابل ندد العديد من السوريين بالغارة الإسرائيلية المحتملة مثل سام اللي قال إنها استهدفت مواقع مدنية بشكل كامل، وأكد إصابة صديقه بالقصف. سيدة لبنانية يقال أنها معلمة مدرسة قامت بضرب طفل سوري عمره 9 سنوات بالشارع وتوجيه عبارات عنصرية. الواقعة وثقتها أحدى كاميرات المراقبة وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجددت الجدل حول واقع اللاجئين السوريين بلبنان والانتهاكات اللي بيتعرضوا لها. صفحة المرأة والقضاء نقلت عن عائلة الطفل أنه تعرض لخدوش وجروح بالوجه وعانى من وجع بالجسم ونوبات من الحرارة المرتفعة والخوف والهلع. قوى الأمن الداخلي أعلنت توقيف السيدة ومباشرة التحقيق معها بإشراف الجهات القضائية المختصة، بينما نقلت تقارير إعلامية عن المعلمة أنها ضربت الطفل لأنه شتم ابنها بشكل استفزة. هالشي نفته عائلة الطفل المعتدى عليه، وقالت أنه السيدة بادرت لضربه بدون سبب. غالية اللي عرفت عن نفسها بأنها خالة الطفل السوري شاركت فيديو من زاوية تانية لحادثة الاعتداء، وقالت رح نحولها لقضية رأي عام ونشوف واسطة للست وتهديداته والتحريض العنصري وتعديه على طفل قاصر. أنس الجرجاوي شاف بالحادثة استمرار لما يتعرض له السوريون بلبنان من حوادث قتل واعتداء وتمييز وغيرها مثل ما عدد. الجرجاوي استنكر ما اعتبره تورط قيادات سياسية بالتحريض على هالممارسات. وبنهاية فقرة حكيكم هي دعوة لتبقوا معنا لبعض الفاصل لنتابع مقابلة مع شيخ عشيرة شمر بسوريا حمدي دهام الجربة. أهلا بكم من جديد. خلال استضافته ضمن فقرة كأنه امبارح، توقف شيخ قبيلة شمر في سوريا حميدي دهام الجربة عند 3 محطات ومسائل مهمة. الأولى هي الحياة والعادات والتقاليد العشائرية بالشمال السوري، والثانية مسألة التعايش بين العرب والأكراد، أما الثالثة فكانت تشكيل قوات الصناديد اللي ساهمت في قتال وهزيمة تنظيم داعش. واحفظ لنا رجل غريب الخصائل هو الحميدي، المخاطر لها داس في جفها اليمنى اسروج وضرايل، وشمر لكم جسم وانت بلها راس، سمح الوجيه معذبين الرصايل، انت من نجوم الارض في كل أنا كنت ببطن أمي، أبوي بالنفي عند الإنجليز، وأمي عند الفرنسيين، كان في مرض يمكن اسمه التيفو وكانوا يحرقون المرضان، بس كانوا في جنين ببطنه لما عرفوا بدهم يحرقونه عيال عمنا وهنا راحوا خطفوا من المستشفى وجابوها بالليل على أساس تموت. وبعدين ولدت ببيت كردي والله أنا، ومو ولادة طبيعية، مشان بس إنقاذ حياة أمي ولدوها بالقوة، يعني كانت فقد الوعي، فطريت 3-4 سنين ما أعرف لا أمي ولا أبوي، ما عندي لا أمي ولا أبوي، ولدت هكذا. وبعدين الله جاب أبوي، وبعدين طابت أمي، وبعدين الحمد لله ولادتنا في الجزيرة في المكان اللي إحنا فيه. عندنا كلمة قبيلة، وقبلية هي مجموعة قيم أخلاقية راقية وعادات متوارثة، هذا اللي نفهمه. مع أنه كمعيشة أنا عشت في الشام، أنا درست الصف الأول في الشام، ويوم الخميس والجمعة نقضيها ببيروت، وعندنا بيت في حمانة بلبنان نروح نصيف فيه، يعني هاي الحضارة إحنا ما عشنا قبلية، لكن كونها جينات لم نتأثر لا ببيت حمانة
ولا بيروت ولا بشان تأثرنا التأثير الإيجابي. يعني أما لما أخذت من خصائلنا شيء ولا استطعنا نأخذ مما يليق بنا شيء. لأن إحنا مو الجيل اللي ركب البعير وركب الفراس، إحنا الجيل مالنا قلت لك من صف أول. أنا دراستي بالشام أول ما درست، والوقت كان بالبرلمان وكان في كتلة دستورية ومجموعة نواب، وإحنا الثقل كنا في البرلمان السوري. لكن جيناتنا تظل قبلية أينما كنا، بلندن ولا بواشنطن ولا بالريفيرا، يعني هذا هو إحنا، يعني القبلي هو قبلي أينما كان. يا سمو الطيب يا درب الصفات يا بعيد الشوفة هلي ما يحير، والله لا تصل الربع منيات شمر بشوفتك وشاه الأمير. سوريا بلدنا اللي أنا وعيتهم خمس رؤساء جمهوريات أكراد، ما سمعنا هذا كردي، يعني ابتداء من أيام الاستقلال العابد إلى أديب الشيشكلي إلى فوزي سلو إلى سامي الحناوي إلى حسين البرازي، رؤساء وحكماء وساسة ورؤساء وزراء. ويا أخي فارس الخوري كان وزير أوقاف، مسيحي وزير أوقاف سوريا، ما حد يقول هذا مسيحي ليش حطيته وزير أوقاف، لا يوجد هذا. فالناس لن تملك هذا الشعور، هذا الشعور دخيل علينا، هذه المشاعر التفرقة الموجودة دخيلة ومرسومة، وروضنا علي على ما يبدو أخذناه للأسف يعني. والآن نعيش يعني هاي البؤس اللي نعيشه نفسيا بسبب التفرقة وليس بسبب ثانية. والله احنا طفولتنا وشبابنا يعني ما كنا نميز هذا التمييز ولا نشعر بهذا، الإزيدي ولا مسيحي ولا سرياني ولا حتى اليهود لما كانوا بالقامشي ونجونا ضيوف أو نستضيفهم كلنا نعتبره قرايب، وكان كل واحد يريد يسوي طيب أكثر من الثاني، كل واحد يريد يسوي احترام للآخر أكثر من الثاني. لا يوجد هاي التفرقة الآن اللي العنصرية نقدر نسميها أو التعنصر، هذا حديث جدا وحديث على القبلية. يعني احنا لا نميز يعني بين دين ودين وشريحه وشريحه والمذهبيه ايضا والشغلات والقوميات، عندنا قبيله طيبه وقبيله رديه، يعني رجل طيب ورجل ما هو زين. يعني التمييز هذا اتوقع كله صناعه حديثه لمشاريع عالميه نحن نجهلها، واذا لم نجهلها نتجاهلها احسن، لان شرحها يطول. أن كل ما يصير أزمة عندنا قديم قبل ما يصير أنا، حنا وأخوانا كراد نفزع لبعضنا، ليس حديث هذا، يعني نفزع إلى أن ننتهي من القضية وبعدين كل من يقعد مكانه وكل مرتاحين ولا يوجد شيء. يعني مئات السنين وليس عملية العهد الفلاني، لكن من عين جالوت إلى الآن نحن هكذا وشركاء في السراء والضراء. وكثير من المرات طبعا انا اقصد الامه الكرديه مشان يكون مفهوم كل شيء، احنا لا نميز بين كردي تركي وكردي عراقي وكردي سوري، لا نميز هذا، نعرف الامه الكرديه من اقرب الناس ويفزعون لنا وصار عليهم شيء نفزع لهم، وهناك معارك تاريخيه طويله حتى وصلنا مرحله يعني نقول عرب زائد كرد يساوي نصر، هذا كلام قديم يعني. لكن الان دخلت الامور يعني من الصعب علاجها بهالسهوله، مدارس شكلت لتفرق الناس هذه ولتجعلنا مكونات ولتزرع الكراهيه، وهذا حصاد ما فعلوا ان كان نظام ولا ضد النظام، كله اشتغل لتدمير بلده، ما في حدا صح، لا النظام اشتغل صح ولا المعارضه اشتغلت صح، كله اشتغل غلط وهذا ثمن الغلط وعلينا نقولها بصراحه. والحد الآن كأنما لا يبحثون عن الصح، الحد الآن اللي بيدهم الشأن ما جاي يلعبون دور وسيط، مو أنا وإنت، اللي عندهم مقدرة الآن لا يملكون مقدرة أن يكونوا وسطاء. العالم كله صار عندنا يا أخي، دول العالم كلها بالساحة، اللي ما نعرفه أكثر من اللي نعرفه. لكن يشوف تصرفات الحكام والحكام كلهم مالين الأمة يشعرون لازم تنهار الأمة،
ما بكيفنا يعني. وكان العراق درس للجميع لو كان هناك عقل، لو في هناك يعني ما في غرور، وضع العراق كان درس للجميع يعني. انهار العراق بيوم وليلة، وهو من أقوى بلدان العرب، وعزيمة وشعب ودنيا وعالمين و... والله أستاذ ما عليش لو الموضوع التلفزيون، ما كل ما يعرف يقال، ولا نريد حنا نكون طرف، لأن ما عاد في شيء يستاهل طرف. يستاهل إذا عندنا موضوع فيه خير يجمع الشمل نمشي عليه، واللي فيه شر نحاول تطفئته، وهذا كل ما نستطيعه الآن. كلمة الصناديد تقال علينا قديما ليس حديثا، وانت قبل شوي ذكرت ان عندنا مجله كنا نطلع بيروت ب 97 اسمها الصناديد، وكانت قبليه بحث يعني بحث عن العوده الى القبيله، فضيله نعتبره. فلما اضطررنا يعني ليس رغبه في القتال، لكن دفاعا عن النفس، ما هو مدروس بالطريقه اللي انتم تتصورونه كحضر او مثقفين. فزعت عرب وتفازعنا، وحنا معانا الان يشاركونا كثير من قبائل العرب مو بس شمر يعني بال، والله جاب اخواننا الاكراد، وبالحاله كملت يعني كجبهه مقاومه كملنا، والحمد لله الله جعل ان شاء الله نصر، والله يتم بسلامه ان شاء الله. يعني لو كانت الدوله قويه احنا ما احتجنا نسوي صناديد ولا احتجنا نتجمع، لكن الدوله انشغلت في الداخل بحوران وبالساحل وكل مناطق، فما عاد صار كل مسؤول عن بيته نقدر نسميها، وبيتنا احنا الجزيره فمجبورين ندافع عنه. جيناتي رفضت انه اتخلى عن جماعتي واروح اقعد، عندي بيوت برا وعندي فلوس وعندي اصدقاء وعندي معارف واولادي يدرسون بالجامعات وما عندي ولا مشكله. جيناتي صرت استحي حتى من زوجتي، انا اقعد وحج المصلح متبهدل ما اقدر. حنا ما قاتلنا داعش، حنا قاتلونا الإسلاميين، هم قاتلونا، حنا ما قاتلنا، وأنجدنا أخواننا بالحسكة مرة والخاطر الجبور، وأنجدنا جبل عبد العزيز الخاطر البقارة، وين ما يفزعون عربنا نفزع يعني. هذا أول ما خلصنا من منطقتنا بعدين صرنا نفزع لجماعتنا، وحنا بالنتيجة نعتبر حنا شخص واحد وكرامتنا واحدة، هذا رأينا. ومثل ما تفضلت قبل شوي أنت حسن وياك، حنا أخوة التراب، تصيح مسيحية تصيح كردية، قسمت بالكنيسة المسيحية لن يعتدي عليكم شخص واحد من شمري على وجه الأرض بال 2013. ثقة المسيحية سريان، وما بس يستحيل نسمع صيحة سريانية ونظل قاعدين، لا يمكن. وحقيقة الأمر لو الموضوع كبير علي، لولا ما في خلافات عند أصدقائنا، أيا كان أصدقائنا، كلمة أصدقائنا تعني الجميع، والله بشهر تنتهي الخلافات في سوريا حتى لو الدول موجودة. الدول تحترم الناس اللي يتماسكون وتطمع في الناس الذين يخونون بعضهم. احنا خونا على بعضنا الآن، اللي يروح من هنا يلبس مع هذا، وهذا يلبس مع هذا، وهذا يلبس مع هذا. بلشت مشاكل الآن صغيرة بلشت تطلع بالمنطقة، الجهة اللي احنا فيها نعتبرها صالحة الآن، اخواننا يقومون بالدور الثاني، اخواننا حتى توصل قنيطره ما تصلح البلد. بس العشائر كل دور فعلي صحيح تتصلح البلد بايام بسهوله، بس كلهم غير ناضجين على عن دور القبيله، كلهم يعتبرون القبيله سلابه نهابه، بدهم مصاري، بدهم نهب سلب، طلعوا هم اللي ينهبون مو احنا اللي ينهبون غيرنا. والله علمك على شغلة شمر، حنا منظمين مهما كانت الدنيا، كان راحة ولا كيف ولا زعج،
بخمس دقائق نتنظم، نخلق حالته واحدة تجمع شمر من حايل إلى اسطنبول. هاي بدي أنطيك إياها من الأخير. يعني حنا غير القبائل المعروفة، القبائل تعرفنا، أول وحدة حنا نصف العرب تقريبا، حنا بأفريقيا مثل آسيا عددنا. الشمر من النخوة، تملك النخوة والحمية، فحنا نختلف على البشر يا أخي بهذا الجانب. هسا صوت واحد والله الله يدري شو يصير، لكن الحمد لله الله انطانا زاد ان شاء الله عقل، وما تصرف الا بحكمه وبتوجيه الله عز وجل. وحنا ما نخاف من موضوع اقناع وشعارات حزبيه وشعارات خزرقاء، كل ما انا فيها شغل حنا نقول وين النشامه، يجون النشامه بدقائق. يعني يكون صيف بالشام، صيف بلندن، كله يجي مع الوقت طبعا، لكن اللي بالمنطقة كله يتحرك. هسا نقدر نمشي هالحايل والله من بيوتهم الفضل والله. هذه شيمة ومروءة، وهي جنس العرب، وهذا أصلنا، وهي نخوتنا، وهذه جذورنا يا أخي، هاي قيمنا. أمنيتي إن شاء الله سوريا ستكون سوريا بأهلها بمكوناتها برجالها، ونتسامح عن كل ما ارتكب من أغلاط، ولا بد من أغلاط في هذه الظروف، والمسامحة هي الدرب الوحيد لإنهاء هذا الصراع. مقولة أشهر من أن يعرف تنطبق على ضيفنا اليوم بفقرة نقطة ضوء، وهو الموسيقار السوري صفوان بهلوان. بهلوان رفيق الموسيقى والمغرم بآلة العود، تأثر منذ صغره بالموسيقار المصري محمد عبد الوهاب، وشق لاحقا طريق طويل من النجاح. لا شك أن الإنسان في بداية حياته، يعني أيا كان نوع هوايته، سواء كان رسام أو موسيقي أو مغني أو عازف أو شاعر، إلا أن يتأثر بشخصية ما. وأنا كان بداية تأثري عبد الوهاب، ومن المصادفات الجميلة أن والدي كان يحب عبد الوهاب كثيرا، كما أنني ولعت بالعود ولوعا شديدا، يعني كان هاجسا، يعني امتلك علي كياني. فالعود كان آلة ساحرة سحرتني بالمقدار الذي سحرني به عبد الوهاب. يا ليالي الشام هل أبقى الهوى. فمن شدة ولوعي جبت خشبة صغيرة، والدي كان يصنع سفن، هو الذي أسس السفن في سوريا كلها، فكنت أجيب خشبة صغيرة أثبت على طرفيها مسامير، وأشد عليها خيوط النايلون، خيوط الصيادين، وأنا أطلب في جزيرة أروان ومعظم أهلها يعمل في الصيد. أيضا لفت انتباه والدي لهذا الشيء فاشترى العود، وخلال فترة وجيزة جدا جدا تعلمت عليه. درس بعدين في القاهرة، وبعدين درس في ألمانيا، هم بألمانيا أيضا هناك قمت بأول كتابة عمل موسيقي ضخم اسمه باوم سيمفوني سيمن أند ستورم، أو البحار والعاصفة. والجدير بذكر أن هذا العمل تبنته إحدى أهم أوركسترات العالم، وهي أوركسترا برلين، ونفذ وأصبح فيما بعد من الروبرتوار بتاع الأوركسترا الذي يقدم من حين إلى آخر، وخاصة في البرنامج الشتوي. شوفوا، هو علاقتي أنا عبد الوهاب علاقة كما قلت في الأخير، علاقة تماهي. يعني قد لا أغالي أن قلت لك في البداية، قلت لك أنا كنت معجب بعبد الوهاب وأنا صغير، وبعدما كبرت وتعلمت ودرست وفهمت الموسيقى ربما أغير. لا، أنا أعدت اكتشافه من جديد، سيما أن عبد الوهاب عندما سئل مرة عن تجربتي فأشاد كثيرا، وقال بالحرف الواحد أن صفوان أعتبره رائدا في هذا الميدان، ويا ليته يستمر في تقديم أغنيتي. وأنا أعتبره هذا
نوع من الوصية وأنا أحملها على كاهل، سيما كان أستاذاً لي وهو أول من قدم لي أغنية مريت على بيت الحبايب في مطلع السبعينات، وكنت ذلك أنا ذاك شاباً يافعاً طفلاً، ومنحني الثقة وأعاد توزيع هذه الأغنية آنذاك المايسترو والموزع رفيق حبيقة، وحضر التسجيل عبد الوهاب، بل أناب نفسه عن المذيع وهو الذي قدم الأغنية للإذاعة، وهذا قل ما يعني يفعله عبد الوهاب، هذا نوع من التقدير والتبجيل. تنوح والليل تحرني بقلبي باكي صايم وداد، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، موعدنا معكم بجدد الثلاثة الجاية بنفس الموعد، إلى اللقاء.